بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت يا جماعة أخذنا أسئلة على نظريات النهايات، صح؟ صحيح. هذا السؤال فيه اختلاف بسيط. إيش الاختلاف اللي هون؟ السؤال هون بيحكي لك إذا كان نهاية قاف 2 سين زائد 1. نهاية قاف 2 سين زائد 1، لما سين كل واحد تساوي 8 ومعطيك قاف 3 تساوي 6. بحكي لك جد نهاية قاف ترجع للسين زائد 2 سين ناقص 1. إذا شفت القاف ناقص 7. إذا شفت قاف واللي جوا القاف هون غير السين، السؤال طبعا بالسين، احنا شغالين على السينات. اذا شفت قاف واللي جوا القاف هون غير السين، ايش يعني غير السين؟ يعني شفتها سين زائد 1، شفتها سين ناقص 3، شفتها 2 سين ناقص 4، شفتها 2 سين لحالها، شفتها 3 سين زائد 5، شفتها 4 سين، هذول كلياتهم غير السين، يعني أنا بدي سين. سين يكون الأس 1 والمعامل 1 وما فيش معاها حدود ثانية. الأس 1 والمعامل 1 وما فيش حدود كمان، هاي السين اللي بقصدها هاي. صارت 2 سين، 3 سين، 4 سين، سين زائد 1، سين ناقص 3، 2 سين ناقص 4، اللي جوا هاد تفرض لي اياه صاد. احيانا بنفرضه غير صاد، بس خلينا هسه بايش؟ بصاد. تفرض لي اللي جوا هذا ايش؟ صاد. تفرض لي اللي جوا هذا ايش؟ صاد. كيف يعني؟ يعني هاي نهاية قاف 2 سين زائد 1 لما سين تول 1 تساوي 8. إذا هون جوا القاف، جوا القاف مش سين، افرضها صاد. صاد. خذ لي اياها على جنب هيك شوية. هاي انتبه علي الآن بشغلها. نهاية قاف 2 سين زائد 1 لما سين تقول للواحد تساوي 8. حكينا هاي اخذها صاد تساوي 2 سين زائد 1. طيب إذا صارت نهاية قاف، هاي صارت ايش؟ صاد تساوي 8. طبعا هون سين تقول لكم؟ لواحد. السؤال صار صاد، خط صاد تقول. إذا كانت سين تقول للواحد معناته صاد تقول عوض 2 بواحد 2 زائد 1 ايش؟ 3. فصاد راح تقول ايش؟ لا 3. ها؟ الخطوة هاي نهاية قاف 2 سين زائد 1، 2 سين زائد 1 سويتها صاد، 2 سين زائد 1. هاي نهاية قاف صارت صاد تساوي 8. عندك هون سين تقول إلى إيش؟ إلى الواحد. إذا كانت سين تقول للواحد معناته صاد راح تقول 2 ب 1، 2 زائد 1 إيش؟ صاد راح تقول لها 3. هون هذا استبدال وهسا استهبال. استبدال واستهبال. كيف هذا الاستبدال؟ الاستهبال انك نهاية قاف صاد لما صاد تقول لها 3 تساوي 8 تخليها هيك، نهاية قاف سين لما سين تقول لها 3 برضه 8. ماشي يا جماعة؟ مفهومة هاي؟ استبدال واستهبال، يعني هاي طلع صاد بعدين بترجع الصاد نفسها ترجعها ايش؟ ترجعها سين. طيب نرجع للمسألة تبعتنا الآن. ايش المطلوب؟ نهاية قاف تربيع سين زائد 2 سين ناقص 7. احنا حافظين ايش حافظين؟ حافظين انه اي نهاية وقاف سين شو بنعمل؟ وزع. نهاية وقاف سين شو بتعمل؟ وزع. بتصير نهاية قاف سين التربيع وين بروح يا جماعة؟ والكل بنشلف لهون. النهاية فين؟ هاي تربيع. طبعا هذول ثلاث حدود، واحد اثنين ثلاث، بدي ثلاث نهايات تحت. زائد نهاية 2 سين ناقص نهاية 7. سين تقول له 3، سين تقول له 3، سين تقول له ايش؟ لا 3. طيب نهاية قاف سين لما سين تقول له 3 هي نهاية قاف سين لما سين تقول له 3 تساوي كم؟ 8. اللي هي مش من خطوة الاستبدال، من خطوة الاستهبال. ها؟ بيطلع الجواب ايش؟ 8. هون عندك 8 تربيع زين. طبعا نهاية الاثنين سين، السين عندك كم؟ 3، 2 ب 3 6 ناقص 7.
8 تربيع 64 زائد 6 ناقص 7 1 بيساوي 63. ماشي واضحة؟ هل عندك سؤال؟ واحدة زيها نيجي لهناك. مكتوب عندي هون نهاية قاف س لما س تقول 2 تساوي ايش؟ 7 تساوي 7. طب هي مفيش فيها مشكلة، ها؟ فيها مشكلة هاي؟ لا لا، بده نهاية قاف 3 س ناقص 1 ناقص س تربيع زائد 4. هون في مشكلة، هون في ايش؟ مشكلة. أولاً زي ما احنا حافظين، زي ما احنا ايش؟ حافظين، ايش حافظين؟ لما تشوف نهاية وقاف س وزع النهاية. خلينا نوزع النهاية. كم حد هدول؟ 1 2 3 بدي 3 نهايات، صار النهاية الأولى نهاية ق 3 س ناقص 1 ناقص نهاية س تربيع زائد نهاية 4. طبعا س تقول لواحد، س تقول لواحد، س تقول لايش؟ لواحد. طيب س تربيع فيها مشكلة؟ لا. ناقص 1 تربيع 1 ونهاية الأربعة 4. طب نهاية قاف، هاي قاف نعمل سدال هون، ايش اللي جوا القاف؟ 3 س ناقص 1. إذا هلا شو لازم يصير؟ صاد. لازم يصير ايش؟ صاد. تصير هيك نهاية قاف صاد. شو عملت؟ شو عملت؟ 3 س ناقص 1 سويتها صاد. صاد تساوي 3 س ناقص 1. س تقول لك كم؟ واحد. معناته ص راح تقول 2 3 ب 1 3 ناقص 1 2 2 وص تقول ايش؟ ب 2. نهاية قاف ص لما ص تقول 2 هي نفسها نهاية قاف س لما س تقول 2. الجواب كم؟ 7. بيطلع الجواب عندك 7 ناقص 1 زائد ايش؟ 4. يطلع الجواب ايش؟ 10. الجواب 10. ماشي يا جماعه، واضحه هاي؟ فيها مشكله طريقه الحل هاي؟ طيب هذا اخر شيء على نظريات النهايه. هسه بندخل على الجذور. انت شايف اخذناها مره. جذور.